السلام عليكم سيد احمد ابو شحمه. السلام ورحمه الله وبركاته. لو تطلعنا على اخر مستجدات محاور القتال وتقدم قوات الجيش الليبي. بالنسبه لاخر مستجدات الجبهه اليوم طبعا فيه تقدم ملحوظ وهجوم ناجح من قبل قوات الجيش لحكومه الوفاق ضد ميليشيات الكرامه، وهناك انسحاب وتدمير في اليات وافراد العدو بالنسبه لميليشيات الكرامه من ناحيه سبيعه وكذلك من محور اليرموك ومحور المطار ومحور وادي الربيع وعين زهره. نعم. اذا هذه ربما هذه المحاور كلها ذكرت جميع المحاور الان، كل هذه المحاور هناك تقدم لقوات الجيش الليبي التابعه لحكومه الوفاق. نعم، كل المحاور الان في تقدم وفي اشتباك مع قوة العدو. نعم. هل توجد إصابات؟ هل هناك يعني ربما بعض الأشياء التي يمكن ذكرها في مثل هذه المداخلة؟ طبعا هناك بعض الإصابات، هناك تدمير في آليات العدو وفي أفراد العدو، ولكن لحد الآن الاشتباكات ما زالت مستمرة ولا نستطيع أن نحدد يعني بالتحديد. نعم. بالنسبة للأعداد. نعم. طيب هل هناك مشاركة للسلاح الجوي الليبي؟ طبعا السلاح الجوي الليبي هناك عدد ضربات قام بها السلاح الجوي الليبي، ومشكورين التابعين لحكومة الوفاق من صباح هذا اليوم، يعني عدة ضربات وكان ضربات ناجحة، ومن هذا المنبر اللي دعتكم مقرة نوجه تحية لقوات الجوية لتأثيرها على مواقع العدو. نعم، نشكرك سيد أحمد أبو شحمة آمر عملية بركان الغضب على هذه المداخلة.